وأثار تداول محادثات مسربة داخل مجموعة على مواقع التواصل الاجتماعي واتساب تضم أعضاء مجلس محافظة القادسية أثار أزمة بين الفتح وسائرون. التيار الصدري اتهم النائب سعد شاكر الخزعلي بالتجاوز على زعيمه في الكلام داخل الجروب، صفحة يطلق عليها اسم محمد العراقي مقربة من زعيم التيار الصدري نشرت كلاما منسوبا للصدر عن قيس الخزعلي وإنكاره فضل الصدر وعائلته وتعمده عدم لجم المقربين منه في التجاوز. في المقابل سارعت حركة العصائب إلى فتح تحقيق بالمحادثات ووجهت إنذارا للنائب وطلبته بتوقيع تعهد خطي لعدم تكرار الموضوع. محادثات قوبلت بتفاعل كبير من قبل مرتدي مواقع التواصل.